هذا العرض المميز الذي قدم من هذه الشعارات الكبيرة الحاضرة في هذا المهرجان الكبير. شجاع العتيبي يتواصل بثالث الأشواط. شكرا مطلق العنزي. بسم الله الرحمن الرحيم، وعلى بركة الله نستعين. متابعينا مشاهدينا في كل مكان، أسعد الله مساكم وجميع أوقاتكم بكل خير. من هنا من على أرضية ميدان التحدي، ميدان الشحانية لسباقات الهجن العربية الأصيلة في هذا اليوم وفي هذا المساء، مساء الرموز، مساء اللقايا مع انطلاقة واندفاعة شوط الشلفة الغالية، شلفة العمانيات اللقايا. المسافة هي 5 كيلومترات. انطلقت نخبة الأسماء والشعارات الباحثة والمتواجدة على أرضية هذا الميدان لنيل الشلفة الغالية. انطلقت الأسماء واندفعت الشعارات. أتقدم مباشرة مع المركز الأول. هنا تم سالم بن راشد بن حمد بن غدير الاكتبي يقدم لنا، تم مع المركز الأول. المركز الثاني الوصول والقدوم من المسحبية، سالم بن محمد بن عقيل من يتواصل مع المسحبية على المركز الثاني. المركز الثالث الوصول من حبوبة، سالم بن علي بن سعيد آل بريص المري يتواصل مع حبوبة على المركز الثالث. المركز الرابع في هذه اللحظات وصل شعار الزعبي مع رسالة، حمد بن محمد بن عبد الله الزعبي يتواصل مع رسالة على المركز الرابع. والمركز الخامس الوصول في هذه اللحظات من سمحة، سالم بن محمد بن سعيد الأعفاري يقدم لنا سمحة مع المركز الخامس. هكذا كانت النتيجة متابعينا مشاهدينا الكرام للخمسة الأسماء الحاضرة المتواجدة في هذا الشوط الغالي والشوط الرئيسي لعمانيات اللقاية. العودة مباشرة إلى تم وأبناء مرغم وأبناء الإمارات العربية المتحدة، أبناء إدانة الدنيا دبي يتواصلون مع شعار بن غدير. ولكن التغييرات ولكن غيرت في هذه اللحظات المسحبية، سالم بن محمد بن عقيل وشعار البرنس، شعار وأبناء الدوحة، أبناء التحدي ينطلقون ويغيرون مع أول الأسماء باحثين عن الشلفة الغالية. البرنس وشعار المركز الثاني الوصول والقدوم في هذه اللحظات من قبل تم، سالم بن راشد بن حمد بن غدير الاكتب يتواصل مع تم على المركز الثاني. ولكن الزعبي، الزعبي وشعاره، الزعبي وشعاره يغير مع رسالة، حمد بن محمد بن عبد الله الزعبي من يتواصل مع رسالة على المركز الثاني. المركز الثالث حبوبة، سالم بن علي بن سعيد آل بريص المري يقدم لنا حبوبة. ولكن غيرت في هذه اللحظات صدى، حمد بن علي بن حمد بن هوبش يتواصل مع صدى على المركز الثالث. المركز الرابع هنا شعال البريص. المركز الخامس مرحبا يا مشكورة، يا مشكورة وفاران بن عتيق بن محمد آل بريد المري، شعار الشامخة، شعار مساحة. يا سلام يا البريدي من يقدم لنا هذه الأسماء الرئيسية في هذا الشوط الرئيسي. ولكن شعار السناري مقدما لنا سمحة، عبيد بن علي بن عبيد بن راشد السناري يتواصل مع سمحة على المركز الخامس.
العودة مباشرة إلى الصدارة، العودة إلى صدى وشعار بن هوبش، حمد بن علي بن حمد بن هوبش مقدما لنا صدى مع المركز الأول، صدى على أول الأسماء باحثا عن الشلفة، باحثا عن الشلفة. ولكن القادمة، القادمة في هذه اللحظات هنا سمحة، عبيد بن علي بن عبيد بن راشد السناري يقدم لنا سمحة ومشكورة قادمة، مشكورة قادمة. فاران بن عتيق بن محمد آل بريد المري يتواصل مع مشكورة على المركز الثالث، المركز الرابع. وصلت في هذه اللحظات، وصلت نشرة أحمد بن الحزمي بن قناص العامري، وشعار النجوم واصل، شعار بن جبران حاضر، شعار بن جبران حاضر متواجد في هذه اللحظات. ولكن العودة، العودة إلى صدى، صدى مع المركز الأول. الشلفة بالانتظار، الشلفة بالانتظار، شلفة العمانيات غيرت في هذه اللحظات الوارية بشعار جابر بن سالم بن جابر بن جبران مقدما لنا الوارية على أول الأسماء. المركز الثاني وصلت في هذه اللحظات من عمق الميدان الهدى، عبد الله بن محمد بن سهيل بن ذويب العامري يقدم لنا الهدى مع المركز الثاني. المركز الثالث الوصول من سمحة، عبيد بن علي بن عبيد بن راشد السناري، روح يا السناري روح، روح يا السناري روح. الشلفة بالانتظار، الشلفة بالانتظار يا مالك سمحة. المركز الرابع الوصول من شعار المحنك، شعار المحنك حاضرا مع سمحة، سمحة يا بن سلامة، سمحة يا بن سلامة، يا المحنك يا المحنك يا المحنك يقدم لنا سمحة. ولكن العودة، العودة، العودة إلى شعار السناري وشعار بن جبران، شعار النجوم وشعار السناري، شعار السناري وشعار النجوم. سمحة، سمحة والوارية، الوارية وسمحة. الشلفة بالانتظار، الشلفة بالانتظار، شلفة العمانيات، الشلفة الرئيسية بانتظار بانتظار الفائز. سمحة والوارية، سمحة والوارية، الوارية وسمحة. الأمتار الأخيرة، الأمتار الخطيرة. ولكن السناري، السناري مع الشلفة، أبناء الدوحة، أبناء الدوحة، أبناء الدوحة، أبناء التحدي، أبناء الشحانية، أبناء الشحانية مع الشلفة، مع شعار السناري، السناري مع الشلفة. الشلفة تقترب، الشلفة تقترب، يا السناري، يا السناري. سمحة، 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 سمح الله دروبك، سمح الله دروبك يا السناري. تهانينا والناموس لمالك سمحة، عبيد بن علي بن عبيد بن راشد السناري المركز الثاني. الوارية جابر بن سالم بن جابر بن جبران المركز الثالث. كانت سمحة بشعار عبد الله بن علي بن حمد بن سلام المركز الرابع. كانت هنا الفائزة رامس بن عامر بن قنوش العامري المركز الخامس. المركز الخامس الحذرة أحمد بن علي بن محمد بن واصل اكتبي. تهانينا، تهانينا والناموس لمالك. هنا سمحة عبيد بن علي بن عبيد بن راشد السناري، أبناء الشحانية، أبناء التحدي، يحضرون هنا في يوم التحدي وفي يوم الرموز وفي مساء الرموز مع شعار السناري. 7 دقائق 31 ثانية، 43 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لمالك سمحة عبيد بن علي بن عبيد بن راشد السناري المركز الثاني. كانت الوارية جابر بن سالم بن جابر بن جبران. 7 دقائق 32 ثانية، 75 جزء من الثانية. تهانينا وألف مبروك. المركز الثالث حلت في سمحة بشعار المحنك عبد الله بن علي بن حمد بن سلامة
سبع دقائق 33 ثانية 45 جزء من الثانية تانينا والناموس. المركز الرابع كان هنا شعار الفايزة رامز بن عامر بن قنوش العامري، 7 دقائق 35 ثانية 76 جزء من الثانية تانينا والناموس. المركز الخامس، المركز الخامس الحذرة أحمد بن علي بن محمد بن واس الكتبي، 7 دقائق 37 ثانية 65 جزء من الثانية تهانينا والناموس لجميع الفائزين. تهانينا إلى مالك صدى، إلى مالك سمحة.